اهلا بكم اعزائي مشاهدي ومتابعي قناه مهارات زراعيه في كل مكان. مع دخول فتره الصيف بتكثر الامراض الحشريه الحشرات بانواعها، وتكثر ايضا الامراض الفطريه التي تصيب النباتات الموجوده عندي في المنزل، سواء كانت في بلكونه او في مدخل المنزل او في حديقه المنزل. النهارده هنتعلم مع بعض ازاي انا اقدر احافظ على النبات بتاعي من الاصابات الحشريه بكافه انواعها، وايضا من الاصابات الفطريه بطريقه سهله وبسيطه وبدون اي تكاليف. وكمان هخلي النبات عندي دايما اخضر لامع نظيف من اي اتربه، لان الاتربه بتكثر جدا في الصيف، وهي دي سبب الاصابه باغلب الحشرات وخاصه العناكب. الطريقة سهلة وبسيطة جدا. ده نبات عندي، نبات الفيكس، تمام؟ ده احد انواع الفيكس. لو انتم فاكرين النبات ده انا كنت زرعته من او عن طريق اكسار هوائي بالماء بدون استخدام تربة، وهترك لكم اللينك بتاع هذا الفيديو في الوصف، اللي يحب يعرف طريقة الاكسار الهوائي او ترقيد الهوائي بالماء هيلاقي اللينك موجود ان شاء الله. النبات فيه اتربه كتيره، اهيت الاوراق كلها اتربه. طبعا الاتربه ديت بتؤدي الى الاصابه بالعديد من الامراض. لو حضرتك شايف كده كمان المنظر ده، الورقه دي كده، الالتفاف ده نتيجه لتراكم الاتربه واصابه بالعناكب. العناكب بتمص الاثاره بتاعه الورقه، وبالتالي الورقه تبدا تلف بالشكل ده. انا بقى ان شاء الله هعمل طريقه سهله جدا اتخلص بيها من كل هذه الاتربه، وانضف النبات بتاعي ويبقى النبات لامع، وكمان احميه من الاصابات الحشريه والاصابات الفطريه. هجيب بخاخ كده فيه لتر ميه زي ده كده تقريبا، وهجيب منظف سائل، صابون سائل بتاع غسيل الاطباق اي نوع موجود عندي، وهجيب نصف ليمونه. موضوع بسيط سهل جدا بدون اي تكاليف. هفتح البخاخ بتاعي وهضيف معلقه من الصابون السائل، معلقه شاي صغيره على لتر الميه. بالطريقه دي ومش هرج، معلقه كافيه جدا ومش هرج. لو انا رجيت هيعمل رغوه، انا مش عايز رغوه، تمام. وهجيب نصف الليمونه، هعصر بضع قطرات من الليمون، بالطريقه دي. واحد بقى يقول لي طب الصابون السائل هينظف اسطح الورقه، ولو كان في مثلا حاجه زي المن، حاجه زي كده، هيخلص عليها وهينظف النبات منها. طب الليمون ليه؟ الصابون السائل ده ماده قلويه، فانا لما بضيف الليمون وهو ماده حمضيه بعمل عمليه معادله للبي اتش بتاعه الميه ديت بتاعتي، وبالتالي هنا ما يكونش لها تاثير ضار على الورقه. كمان وجود الليمون هو ماده طارده ومنفره لاي حشره من الحشرات. كمان الوسط الحامضي اللاذع ده لو كان في عندي اي امراض فطريه بيقضي عليها تماما. يعني انا هنا بطريقه بسيطه وبسهله وبدون اي تكاليف بقضي على الامراض الفطريه والحشريه، او بحمي نباتي من الامراض الفطريه والحشريه، وبستخدم الطريقه ديت مره كل شهر طوال فتره الصيف. هقفل البخاخ بتاعي وهبدا امسك النبات بتاعي كده اغسله عن طريق الرش بالطريقه دي. لازم اتاكد ان الورق عندي بتاعي كله من فوق ومن تحت، هقلب الورق كده وارش، عشان لو في اي اتربه اي حشرات في الاسفل بكون انا عملت لها عمليه غسيل. انا بعمل عمليه غسيل تمام لجميع اجزاء النبات، وبقلب كده برده تاني وارش. بحاول بقدر الامكان ان انا اعمل عمليه غسيل كامل لجميع الاوراق. بس انا طبعا في عمليه الرش وغسيل الاوراق بغسل كويس جدا جدا، والنتيجه زي ما حضراتكم شايفين كده النبات اصبح نظيف
اوراقه لامعه. انا كده عملت عمليه مقاومه لجميع الحشرات والامراض الفطريه. شوف حضرتك كده، ده الورقه اللي كانت ملفوفه نتيجه لكسره الاتربه والاصابه بالعناكب. الورقه اصبحت نظيفه خالص اهيت، وكده انا اتخلصت من جميع الامراض الموجوده على النبات. شكرا لحسن استماعكم، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.